بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى كذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلم قال يا موسى
فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وجاء فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولن قالت لا نسقي حتى يسجر الرعاء وأبونا شيخ كبير
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاء فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم.